بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. موقع الأرض في الكون بين المركزية المعنوية والهندسة والهندسة الفلكية. العنوان قريب من العنوان اللي اقترحناه، وإن شاء الله تكون واضح العرض التقديمي. هاي الصورة ظاهرة عندكم جميعا إن شاء الله. إن شاء الله. موقع الأرض في الكون، موقع الأرض في الكون بين المركزية المعنوية، يعني هل هي مركز الكون معنويا أم جغرافيا أم هندسة فلكية، يعني مثل ما البعض يعني يعتقدها. فهذه جدلية دينية علمية سببت مشاكل على الثقافة الشعبية، ولها جذور علمية، هي ضمن سلسلة كيف يؤثر فهم الكون على ثقافة المجتمع. فالنموذج اللي سائد في أوروبا في القرن السادس عشر، أيضا القرن السابع عشر، كان هو نموذج المجسطي المسمى نموذج بطليموس. كتاب المجسطي بطليموس في القرن الثاني الميلادي، كلوديوس بطليموس في الإسكندرية. الإسكندرية كانت تعيش نشاط فلسفي، وبها مكتبة. هذا النشاط البعض يعني يظن أنه هو امتداد للفكر اليوناني الإغريقي، لكن أنه هناك فرق بين الفكر، لأن هذا الفكر الإسكندرية تربى في أحضان الدولة الرومانية، والفكر الإغريقي لا، أسبق وأقدم وأرسخ. يعني كلوديوس بطليموس عاش في الإسكندرية في القرن الميلادي الثاني، وهو رياضي وفلكي جغرافي روماني. كان نظامه الذي يتصوره هذا النظام، أنه الأرض كرة ثابتة والأفلاك تدور حولها. هاي الأفلاك والنجوم، الجوزاء والسرطان وكذا كذا، الأفلاك والشمس تدور والنجوم هنا تدور. طبعا ماكو كانت فكرة عن حجوم النجوم يعني. فهذه أنه النموذج هذا اللي كان موجود، يعني نظامه يتصور الأرض ثابتة في الوسط، وكو دوائر كاملة هي الأفلاك، تبدأ بفلك القمر، ثم فلك عطارد، ثم فلك الزهرة، ثم الشمس، ثم المريخ، ثم المشتري، ثم زحل، وهكذا. ثم فلك النجوم الثابتة، عندهم هاي النجوم يسمونها النجوم الثابتة. النجوم المتحركة هي الكواكب، والنجوم الساقطة هي الشهب. فوق ذلك هناك يعني حدود الكون، أو يعني فلك الأفلاك الذي هو ينتهي به الكون يعني. فهذا النموذج هو اللي كان سائد في ثقافة الكنيسة يعني. طبعا حصلت اعتراضات من قبل العرب، يعني أنه عرض هذا النموذج على الإمام الصادق بحسب كتاب الإمام جعفر الصادق مع علماء الغرب. هذا كتاب لمؤتمر حصل في ستراسبورغ، 25 من علماء يعني الطبيعيات الكون والفلك والبيولوجي درسوا تراث الإمام الصادق. فهذا المقطع من أخذته من هذا الكتاب، يعني ما لقيته في كتبنا، أنه إشكالات هندسية على هذا النموذج. أنه يعني الإمام قال للسائل لما عرض عليه نموذج بطليموس، قال له أنه لماذا تتغير مطالع النجوم عبر السنة، يعني إذا كانت هي تدور على الأرض مثل ما تدور، ليش تدور لسنة كاملة يعني يلا ترجع مرة ثانية؟ تختلف يعني النجوم شلون، هاي جهة المجرة، لما نكون من جهة من الشمس نشوف نجوم معينة، بعد 6 أشهر نشوف الجهة المقابلة من الكون يعني. فهذا اعتراض هندسي للإمام الصادق عليه السلام على نموذج بطليموس. حسن بن الهيثم أيضا رفض هذا النموذج، ابن الشاطر علي بن إبراهيم ابن الشاطر. الحسن بن الهيثم في القرن الميلادي الحادي عشر، يعني 430 وتوفى هجرية. ابن الشاطر علي بن إبراهيم هذا هم فلكي بارع، يعني كان هم متأخر، يعني متأخر عن ابن الهيثم يعني قريب 300 سنة. نصير الدين الطوسي، نصير الدين الطوسي أيضا في القرن السابع الهجري، يعني معاصر لابن الشاطر، هم رجل هندسي وفيلسوف. فكانت اعتراضات لما مر نموذج بطليموس بالعالم العربي، كانت هناك اعتراضات، لكن بقى هو السائد يعني. أنا إلى حد هاي السنوات يعني، يعني هذا معاصرنا يعني، معاصرينا يعني، هذا التسعينيات وبعد الألفين، شفت أحد الأشخاص يعتمد على النموذج المجسطي في دراسة يعني بعض الاستدلالات على المتعلقة بمسألة الخسوف والكسوف.
فهذا النموذج كان كتاب، هذا كتاب المجسطي كان يمثل الثقافة الفلكية، رغم وجود كتب أفضل يعني، لكن تعرفوا المرات الكتاب تكون له شهرة ويكون منهجي ويكون معتمد ويكون مفخم بحيث يفرض نفسه يعني، حتى على كتاب المسعودي، مسعودي كتاب معلم يعني، يعني كتابهم جيد كان، هو أفضل من أفضل من هذا. مركزية الأرض ليست نصا دينيا، خلينا ننتبه يعني، أنه حصلت جدليات مع غاليليو مع كوبرنيكوس ومع آخرين يعني، بينهم وبين الكنيسة يعني، فكان تمسك الكنيسة بهذا النص أنه الأرض هي مركز الكون ما موجود في كتاب مقدس يعني، لا بالعهد الأول القديم ولا بالعهد الجديد، ما موجود نص على أنه الأرض هي مركز الكون يعني، لكن أنه الكنيسة يعني خلت مجموعة أدبيات، مجموعة فلسفات، مجموعة نظريات تبنتها ودرستها لرجال الدين، وكانت شيء منهجي، وشيئا فشيئا أصبحت هي هويتها، لا سيما منه لما الآخرون والملحدون ينتقدون الكنيسة لنظرياتها فيصير تمسك بها أكثر يعني. فكانت هاي الفكرة مو موجودة في نص ديني، وإنما اختارتها ضمن ما اختارتها الكنيسة من مواقف علمية، من أفكار، من رؤية أو قراءة للعديد. فكان نموذج المجسطي هو المعتمد عند ثقافة يعني الكنيسة يعني، لكن أيضا أكو ما يساعد عليها بالنص الديني، وهي أنه شنو التركيز على الأرض، خلق السماوات والأرض. لاحظ فلما تكون الأرض شيء قليل بالنسبة للسماوات يكون عطف شيء قليل جدا مع السماوات، يكون يعني شيء يعني غريب عند من الناحية الجغرافية، الأرض تعرفون موقعها صغير جدا يعني، هسه احنا خصوصا هسه عندنا يعني، فلما تنعطف على السماوات والأرض هندسيا، إذا كان الله ينظر للأهمية الهندسية وللحجم والأحجام، فإذا يكون شيء غريب. فإذا أفسر مركزية الأرض ماديا فراح تصير مشكلة، من ناحية أن الأرض بالنسبة للسماوات شيء قليل، فكيف يفردها الله بالخلق للسماوات والمن على الإنسان خلق السماوات والأرض، فشنو خلق الأرض بالنسبة للسماوات مثلا؟ هنا يصير يعني، هنا تصير الخطأ في قراءة النص الديني، وإسقاط النظريات الحديثة على النصوص القديمة، وفهم النصوص القديمة في ضوء النظريات الحديثة، مع الاختلاف في المصطلحات وفي المفاهيم وفي الأهمية وفي التخصص يعني، الدين يهتم بأمور غير الموقع الجغرافي. فقدان الأرض لأهميتها بسبب الفهم المادي للأرض يعني، لما نعرف الأرض هي مجرد كوكب ضمن المجموعة الشمسية، والمجموعة الشمسية مجرد نجم ضمن المجرة، والمجرة لا شيء ضمن الكون. فأيضا أنه الأرض، تسمية الأرض، الأرض هي نشأة الإنسان، الأرض هي ارتباط بتأثير الإنسان، ممكن تمديد الأرض مثل ما بعض المفسرين يقول الأرض هو كل العالم المادي يعني، التوسع من عنده يعني. فأصبح كل اكتشاف السماء، السماء هي السماء المعنوية عندنا في النصوص الدينية، فيها الوحي وفيها الرزق، لكن من تجي لثقافة اليوم أنه السماء، السماء هي هذا الفضاء الممتد فوق الأرض وبالسماء والكذا، هذه السماوات يحاولون يوافقون بيناتهم يعني. فهنا أصبحت هاي الاكتشافات أنه تشير إلى توسع السماء، توسع السماء وعرض السماء، فكل ما تكتشف أزيد آفاق أكثر من الكون راح تتوسع السماء، والأرض ثابتة في مكانها يعني. فهنا المسألة أنه توسع الأرض يعني توسع السماء على حساب الأرض صار بسبب الفهم المادي للأرض يعني. طبعا في القرن السابع عشر ما كان ممكن للرجال الدين يأولون النصوص، ما كان عندهم ذيك القدرة يعني، ولا تقديم أطروحة لمركزية الأرض، ولا طرح هندسة غير الهندسة الإقليدية. الهندسة الإقليدية هاي اللي هي درسناها كل يعني بالثانوية، درسنا مسألة الهندسة الإقليدية وشون الخط مستقيم يساوي، وإذا خطين مستقيمين يمشن سوية ما يتقاطعان، فراح يصير هنا عندي حتى الأكبر منه والأصغر منه هي من مخلفات الهندسة الإقليدية. إقليدس، إقليدس هذا فيلسوف يوناني قديم إغريقي فرض هاي مسألة بديهيات، أكو تعاريف وبديهيات مبرهنات للهندسة الإقليدية، فهذه هي اللي تحكم تفكيرنا حاليا، رغم أنه يعني في نهاية القرن التاسع بدأ يصير التخلي عن الهندسة الإقليدية لصالح هندسة ريمان، هندسة جيودوسية كروية تختلف، تتخلى عن مبرهنات إقليدس. وحتى حاليا يعني أكو تفاصيل أنه هواي من حتى البديهيات مال إقليدس صار أنه ممكن تصور شيء خلاف عنه، هسه هذه التفاصيل مو ضرورية فلا ترتبكون منها يعني،
لا ترتب كل منها، لكن أريد أقصد أنه حتى مسألة الأكبر من والأصغر من هم هذه إنما مأخوذة في يعني صحية قريبة للحس، لكن مأخوذة ضمن الهندسة بالهندسة الإقليدية. نموذج المجسطي مأخوذ من نظرية العقول العشرة لأفلاطون، لما شخص طبعا أنه الرومان كان بلاد قوية، الإغريق كانوا يعني حضارة عريقة يعني وبها طرح ثقافي لكن ضعيفة عسكريا. اليونان احتلت من قبل الرومان، سقوط حضارة الإغريق يعني، احتلوها الرومان، حاولوا يستنسخون الثقافة لكن مو الثقافة مو بهالسهولة يعني، مو بهالسهولة تستنسخ يعني. هم قلدوهم بالعمران، قلدوهم بالبنيان، لكن أخذ النظريات مالتهم ما كان بالطريقة يعني وراثة العلم الطبيعية. فالفرق بين ثقافة الرومان لا يقارن بين الرومان وبين الإغريق. فلما نجي لنموذج المجسطي وبطليموس، بطليموس هو ضمن الحضارة الرومانية متأخر عن أفلاطون. وأكو نظرية أخرى يعني تخص الأفلاك، لما نجي المصطلحات اللي يستخدمها بطليموس في المجسطي، الأفلاك وكذا وترتيب الكواكب، هذه نفس ترتيب الكواكب والأفلاك ونفس المصطلحات اللي عند أفلاطون. أفلاطون عنده نظرية وهي مسألة العقول العشرة، الأفلاك التسعة والعقول العشرة. لما نجي إلى هاي النظرية، نظرية أفلاطون، نلقيها طرحت نموذج، لكن هذا النموذج يختلف. يعني بطليموس ظن أنه نموذج أفلاطون هو نموذج فلكي، هو ما كان نموذج فلكي، كان نموذج بالمعرفة. نموذج بطليموس هو جغرافيا الفلك، الكواكب والنجوم كان ينظر لها كشيء هندسي فوق الأرض يعني. أما نموذج أفلاطون فيتكلم على المعرفة، لما يقول لك مثلا، تلاحظون مرات واحد يقرأ كتاب فلسفي خصوصا ذا قديم راح يلقي مصطلحات يحملها معنى مادي وهو لا، هو يكون معنى معنوي يعني. فنموذج بطليموس يتعلق بجغرافيا الفلك، نموذج أفلاطون يتعلق بنظرية المعرفة، أنه وعي الإنسان منين مستمد يعني. حتى الفضاء هو يسمى عالم الأثير عندهم يعني، وهاي الكواكب روحانية، وهاي الكواكب لها علاقة بنفس الإنسان، وهاي العلاقة لها بالعالم الأخروي، هاي النجوم والسماء. فبطليموس استنسخ نموذج أفلاطون لكن حوله إلى نموذج مادي. هذه مشكلة يعني، هذه مشكلة. النموذج المجسطي هو نموذج ممسوخ من نموذج أفلاطون في نظرية المعرفة، دل على ذلك تشابه الرسومات، تشابه المصطلحات، ترتيب الكواكب، هذه متشابهة يعني. لكن بطليموس جعلها نموذج مادي، أفلاطون اللي يعرف مقاصده ويعرف أنه الفلسفة اليونانية راح يعرف أنه يتكلم عن نظرية المعرفة. نظرية المعرفة هي اللي بعدين صارت أنه عند الفارابي مسألة الصادر الأول وكذا، ورتبها وأسقطها على نصوص إسلامية. على كل حال أيضا هم اليونان عندهم ثقافة روحانية عالية يعني. أفلاطون وجملة من فلاسفة الإغريق، أرسطو وأفلاطين بالذات، وإن كان أفلاطين هم متأخر يعني، الإسكندر الأفروديسي وغيرهم، أن وعي الإنسان مرتبط بالكون، وعي الإنسان مرتبط بالكون، وعي الإنسان. طبعا إحنا حاليا نتصور أنه هو هذا الشيء القابع بعد يعني خلف عيوننا مثلا، ويرصد ويفكر شيء داخلي، لكن لا، أنه وعي الكون عند أفلاطون وعند مجموعة من الفلاسفة القدماء أنه مرتبط بالكون، من الكون. أيضا لقيت هيك شيء مثلا أفكار بالشرق الأقصى عند الصينيين وكذا، أنه يتلقى رسالة، وإن كان هذه متأخرة يعني، مو قديمة جدا، لا ممكن تكون استنسخوها من بقية الشعوب، مسألة ارتباط الإنسان بالكون بحسب كل فلك يعني. لكن هذا الارتباط مع الكون مو نفس المستوى يعني، أنت لما تنظر إلى القمر تجيك أفكار مو مثل ما تنظر إلى المريخ، مو مثل لا تنظر إلى زحل، مو مثل لا تنظر إلى قبة الفلك. فهذه نظرية أفلاطون، نظرية للمعرفة، فينظر إلى الأشياء ويصنفها ويرتبها حسب الوعي اللي يصير الإنسان اللي يكون مرتبط بها يعني. آخر طبعا لما ينظر القمر مثلا، فلك القمر تحته، شوف الصورة هاي، هذه الغيوم تتوهج على ضوء القمر، هذه
مستوى ياخذ منها الخيالات، الصور الذهنية، صور ذهنية هكذا يعني، صور ذهنية هكذا، أنه تضع بشيء معين معنوي بنور معين فتظهر الأفكار، تصير قدرة الإنسان على التخيل. هذه الخيالات والأفكار والصور الذهنية هي ناتجة منين؟ من تحت فلك القمر. طبعا أكو هذا الفلك الفعال هنا، العقول العشرة، هذه نظرية العقول العشرة اللي هي تمتد بجذورها إلى أفلاطون، طورها الفارابي يعني ونقحها وجاب استدلالات جيدة بها يعني. أنه مثلا فلك العقول العشرة وأفلاكها التسع، العقل الأول هو الصادر الأول، صادر الأول أول ما صدر من الله سبحانه وتعالى، وهو شنو؟ العقل الأول، وهي معرفة الله. معرفة الله ما تحتاج فلك يعني، لا يدور فيها غير الله، غير معرفة الله. فهذا الصادر الأول أو العقل الأول هو اللي هو ناتج من شنو؟ ناتج من أنه معرفة الله. العقل طبعا هو ما يربط الشيء في شيء، العقال يسمونه عقلته الناقة باعتبار ربطتها. فالارتباط بالله يعطي للإنسان وعي بواقعية الله سبحانه وتعالى. فهذا العقل الأول، العقل الأول فينا لما نتوجه إلى الله ما تخطر عندنا صورة ذهنية. الله ليس له صورة ذهنية، ليس له جسم، ليس له مثال. فهنا يكون العقل الأول هو العقل التوجه إلى الله وارتباط بالله، ما بفلك وما بأي معلومات غير الله سبحانه. بعد هذا العقل راح تجي العقل بالعقل نفسه، أكيد يعرف نفسه، فصارت النفس. هذا النفس إلها فلك، هو الفلك الأول، هي صح الصادر الثاني بس إلها فلك يدور به كل شؤون النفس، كل ما يتعلق بالنفس هذا الفلك الثاني. أنا ما أريد تفاصيل أطرحها، هذه يحتاج تفاصيل هواية، لكن أقصد أنه هذه رؤية أفلاطون يعني. ما كان يتكلم عن توزيع جغرافي يعني، من فلك عطارد كان يعني يقول من الذكاء، لأن يعني عطارد شوية المدار مالته معقد، بحيث أنت من ترصده ما تقدر ترصده بسهولة، حتى الاضطراب في مدار عطارد يعني كان حير نيوتن ولا حير العلماء الراصدين. فيصير الذكاء من مراقبة فلك عطارد، من فلك زحل السحر، من فلك المريخ يكون الحرب والعنف، وصولا إلى فلك الأفلاك اللي هو كلها تدور بيه يعني. طبعا تفصيلات كثيرة يعني، كثيرة أضيفت وأسقطت على نصوص دينية. مثلا فلك الأفلاك محمد صلى الله عليه وسلم، النور الأول، أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، أسقطت هذه النظرية على النصوص الدينية. النفس هو علي، العقل الفعال هو جبرائيل، وهكذا بقية أنه مراتب وعي الإنسان. هذه نظرية شلون ارتباط الإنسان بالكون. طبعا هذه النظرية ما تحتاج يعني، ما تعتمد على التوزيع الكوني يعني. ما يهمني المريخ يظهر بالتسعة مثلا، يظهر بالعشرة، ما يهمني مسافته كذا مليون كيلومتر ولا كذا يعني. المشتري خلت تكون مسافته 800 مليون 800 مثلا مليون كيلومتر، ما يهمني، لأن هو أنظر له، فالنظر مالتي هو يظهر لي من صفحة السماء، فأنا أعتمد على المنظور يعني، ما أعتمد على المواقع الأصلية، أعتمد على المنظور اللي يظهر لي، ما علي بالزمان مالته الحقيقي، ما علي بالبعد مالته، ما علي بالمدار أين كان كيف شكله، لكن يظهر لي هو كشيء اللي يدور في السماء، في صفحة السماء، فأنا أعتمد على المنظور. مثل مسألة المساحة، المساح لما يريد يحسب الظل ويحسب الشمس، شوفوا مصطلحات المساحين، زاوية الشمس، سمت الشمس، شلون تتحرك الشمس، تخرج الشمس بكذا، يعبرون عن الشمس هي اللي تحرك، ما يقولون الأرض تدور، يصير صعب عليهم. هو يريد يحسب زاوية الشمس، يريد يحسب كذا، الملاحين أيضا كذلك. فهم منظمين أمورهم، مطين نموذج المساحين والملاحين، مو على أنه الحركة الفلكية، وإنما على ما تبدو عليه الأشياء، أنه إحنا نقنن ما يبدو لنا، مو نقنن ما هو الواقع في نفسه. طبعا قد يكون البعض يشوف هاي رؤية متخلفة، ما يبدو لي شلون أريد أن أقنن الواقع حتى تكون علم ومعرفة حقيقية. الحقيقة هو العلم هيك صار يعني، حتى في الفيزياء الحديثة، أنه إحنا ما نبحث عن واقعيات الأشياء، ما تبدو لنا، أقدم نموذج، وأنه الواقعية الحقيقية هي النموذج اللي عندنا، حتى أنه طرحت فكرة أنه الواقعية المعتمدة على النموذج النفسي، الواقع الحقيقي هو ما نشعر به في أنفسنا، ما يهمنا بالواقع الخارجي. نظرية الأفلاك تعتمد على المنظور، نظرية الأفلاك العشرة ما يهمها أنه تكون الأرض مركز الكون أو مركز، المهم أنه الإنسان ينظر ويعتقد نفسه مثلا
مركز الأشياء، فهذا خلص ما أحتاج أروح إلى واقعيته كجرم فضائي المريخ يعني كصخور وكذا، وإنما أريد هذا الضوء مالته شي يثير بنفسي شي يحرك. ليش؟ لأن هي نظرية معرفية مو نظرية جغرافية. فنظرية الأفلاك الأفلاطونية هي نظرية في المعرفة، منين يجي الوعي؟ فإنها لا تتأثر بمركزية الأرض الجغرافية يعني، لأن المعرفة مجردة عن المكان. حتى الهندسة هم تعتمد على المنظور اللي نشوفه، يعني نقول خرجت الشمس تحركت الشمس بزاوية كذا، ما تبدو عليه الكواكب للراصد هو المهم. مثلا كما تتحرك الأفكار والمعارف والخلجات النفسية في عقله، كذلك تتحرك الكون كله في عقله في نظره. إذا نظر إلى السماء والنجوم تتحرك أفكاره، فما يهمه يعني بعد الموقع الجغرافي. وإلى القرون الأخيرة كان بعض المتدينين يؤمنون بروحانية الكواكب، وربما يستمدون الروحانية منها يعني إلى القرون الأخيرة جدا يعني. حتى بعض الأفكار خلينا نقول الصوفية أو الدينية، بعض أبيات الشعر عندهم، وبعض الممارسات أنه ينظر إلى كوكب عطارد ويقول أبيات كذا، عطارد أيم الله طال ترقبي، إلى كذا، الاستمداد من روحانية الكواكب يعني. بمعنى أنه ينظرون للكواكب كروحانية من بعدها يعني. هذه في ثقافة الشعوب موجودة يعني، وما نقدر نفرض النظرية الفلكية الموجودة أو الشائعة بالفهم العام على يعني الأطروحات الأخرى من باب الإنصاف العلمي. طبعا وأكو نقاش ممكن نوصل إلى تغطية وتصحيح. منظور الكواكب مختلف عن توزيعها الجغرافي في الفضاء. زين هسه مرات إذا شفتوا الصورة السابقة تشوفونها أشياء عشوائية، الصورة اللي على اليسار أشياء عشوائية، لكن أنتجت في المنظور في نظامي. شوف ليش؟ بذكاء المصمم. المصمم خلى أشياء في أماكن قد تبدو ما مرتبة بالنسبة لنا، من أجل جغرافيا إلى هاي القطع الموجودة شلون وزع الدنيا ما بيناتن علاقة، لكن من أنظر إلى منظورهن منظوره صار نظامي. فإذا ممكن الأشياء تبدو غير نظامية في واقعها الجغرافي، ونظامية وهندسية وجميلة في منظورها مثل هاي بالضبط. وهذا أصبح أكو فن حديث حاليا، يجمعون أشياء عشوائية في زاوية معينة ينظرونها بين وكأنه شكل نظامي. هذه أكو فن حاليا موجود، كثير من النماذج يعني شاهدتها أنه يرتب أشياء عشوائية، منتظر أقولها عشوائية بس منتظر بزاوية يعني تبين وكأنه نظامي. تماما مثل هذا الظل، شوفوا هذا الظل هو وجه. هذا الظل هو نظامي، والظل مو هو الواقع. الأشياء في واقعها عشوائية. أجي إلى شيء مثال بالفلك، هذا The Belt of Orion، حزام الجبار. هاي النجوم الثلاثة اللي نسميها الميزان، ترتيب حلو وموحي. نفسها هي هاي النجوم، كل نجوم هذا الجبار، هذه مثل حزام الجبار، هذا منكب الجبار، هذه المهم هاي النجوم كلها لها أسماء. هنا شوف هالسوية، هنا ثلاثة سوية بينما هنا متفرقات. هذا المنطق، منطق الجبار، هاي شوف هاي ذني منطيك النيلام، النطاق هاي هنا، هاي منطق النطاق، هذني ثلاث نجوم ذني بيناتهم مسافات كثيرة يعني. هاي 914 سنة ضوئية، هذه 1340 سنة ضوئية، وهاي 820 سنة ضوئية. فهن مو على ترتيب واحد في واقعهن، لما أروح لهن في أماكنهن ما ألقيهن متجاورات هندسيا مثل ما يبين لي، لكن يبين عندي في السماء مرتبة بشكل معين يعني. فبينهما مسافات شاسعة ليست على ترتيب واحد كما تبدو للسماء. فإذا ممكن يكون المنظور نظامي والواقع الجغرافي لا عشوائي. الله سبحانه وتعالى يقدر يدبر يعني، يدبر الأمور بحيث يخليك يرتب لك أشواء أفضل من فنانين العشوائيات يعني. طبعا أنه البعض ما فهم هاي المسألة يعني، استهزئ يعني. من ضمنهم ستيفن هوكينج يعني، إلى كتابه موجز تاريخ الزمان يعني، وربما كان هذا كتاب أكثر إيجازا، موجز أكثر إيجازا أو تاريخ أكثر إيجازا للزمان. استهزئ يعني في نموذج الشعوب القديمة، ظن أنه يعتقدون أن هذا توزيع جغرافي مو معرفي يعني. استهزأ بمنظورهم، قال أنه هسه هذه الاكتشافات الحديثة بعد لا مكان للنماذج القديمة اللي تقول أنه هاي الكواكب والشمس تدور على الأرض. ظن انه شنو؟ انه الاغريق القدماء يعتقدون هذه توزيعات جغرافيه، لا هم يقصدون توزيعات معنويه. واللي دارس الفلسفه
بإنصاف وبعمق يعني راح يعرف هذا قصدهم يعني، لأن هاي كتبهم هي كتب معرفية، وحتى الفضاء هو عندهم أثير، والأثير هو فضاء الوعي، ووعي الإنسان يؤخذ منه، وحتى الهندسة الإقليدية هي واقع، والرياضيات هو شيء واقعي عندهم يعني، شيء واقعي في الخارج يعني. طبعا الكنيسة الأوروبية اعتمدت الفهم المادي للكون، بنت نموذج بطليموس واعتمدته بشكل المادي، رغم أنه وجود أفكار عندهم على أنه وجود أشياء أو فلاسفة موجودين أنه يكدون على مثل الشيء المعنوي للأثير، الأثير والسماء شيء معنوي يوجد يعني، لكن أنه التفسير المادي هو اللي كان سائد، وكأنه التأويل كان ضعيف عندهم، وماكو حاجة للتأويل لأن ماكو جدليات، الجدليات مرات تخليك تأول النص ما تظلم النص، ومرات لا إذا ماكو تحريك يبقى الفهم البسيط للنص يعني ما يتعمق الإنسان بيه. وأيضا هم ما مؤمنين بالنصوص، هاي شفنا في المحاضرة السابقة شلون أنه شلون سان أغسطين ما اعترف بتفسير يعني بالعهد القديم، طرح تفسير منهم بمعنى أنه هاي النصوص يعرفونها هي مو أكيدة مو منسوبة للأنبياء، فاعتمدوا نموذج بطليموس في أدبياتهم وثقافتهم يعني. لكن كانت أكو مرونة لاحظها يعني، لما أجى كوبرنيكوس اعترض على مركزية الشمس، طبعا ما كان مشكلة عنده ولا أكو حزازة تجاه، واستمر كوبرنيكوس يتدرج بالمناصب يعني، ترفع من منصب إلى منصب ودفن في إجلال يعني وكذا، ما كان مشكلة لما كان يقول الشمس هي المركز، فكان أنه يعني هاي المسألة طبعا هم رفضوها، لكن هو استمر يطرحها بسهولة يعني. طبعا هاي الأفكار هو ماخذها من قبله يعني، ماخذها من البتاني محمد بن جعفر البتاني، وماخذها يعني البتاني قبله قريب 600 سنة يعني، ابن الشاطر ماخذها من ابن الشاطر قبله يعني 200 سنة تقريبا يعني. وأيضا أرسطخرس الإغريقي هم طرح مسألة لأنه الشمس هي المركز يعني، بمعنى كان عند اليونان نظرية جغرافية للكواكب مو فقط نظرية المعرفة، لاحظوا ما كان جاهلين يعني، ما كان نظرية أفلاطون هي نموذج جغرافي، نموذج جغرافي طرحها أرسطخرس راح نجي يعني. فكوبرنيكوس طبعا أنه هو اعتمد على أدبيات سابقة عند العرب عند المسلمين، لم تقبل الكنيسة أفكار كوبرنيكوس، لكن ما كان في ذلك الوقت حساسية. وأيضا سعة الكون ما كان يظنون أنه الكون واسع بهذه الطريقة، الكون هو هذا الكواكب هاي الدائر ما دايرة، حتى لما واحد يقرأ كتاب جاليليو ورسائله كان يظن أنه شوفوا هاي الصورة في أعلى اليمين، هاي أقمار المشتري، كان يظن أنه نجوم تدور حول المشتري، بمعنى النجوم كان يظنها أشياء صغيرة يعني، والمشتري كبير يعني، ما كان عندهم فكرة عن فرق الكواكب عن النجوم، فما كان الكون واسع جدا يعني. إلى حد القرن العشرين هو الكون حد أينشتاين، جذريات أينشتاين وهابل كانوا يظنون أنه الكون 11 ألف سنة ضوئية، هذا رقم ضئيل جدا قدام الاكتشافات هسه الحديثة يعني، ف 11 ألف سنة ضوئية أينشتاين وأدوين هابل هاي حدود رصدهم، طبعا يقيسون مرات النبض مال النجمة والزاوية مال حركته فيقدرون المسافة إلى آخره. على كل حال عندهم فأكو أنه كانوا يتصورون النجوم هي هاي أقمار المريخ، شوفوا هاي على اليمين أقمار المشتري، هاي نجوم تدور على المشتري، فكان الفكرة بسيطة عن الكون يعني، ربما هي اللي سبب يعني ما خلت جذريات هائلة، لما نشأت الجذريات في القرن العشرين لما شافوا هاي سعة الكون الواسعة وشافوا الأرض قليلة. كانت أدلة كوبرنيكوس يعني تعتمد على النموذج الذي يعني قال هذا النموذج هو الأبسط يعني، لما نطرح على شيء أفضل يعني، فهذه أكثر انسجاما يعني، نقدر نفسر الظواهر، نقدر نشوف الكواكب شلون تظهر في سنة وما تظهر في سنة، فهذا النموذج مركزية الشمس أسهل من نفرض، من لو فرضنا أنه الأرض هي المركز راح تصير حركة الشمس معقدة، شلون تتحرك وهي كبيرة الحجم، شلون طبعا قياس حجم الشمس هذا هم يعني قديم بالنسبة للأرض يعني. فكان الراصد رصد بالعين، طبعا ما كان عنده تلسكوب كوبرنيكوس ما كان، فكان انه يقول هو هذا النموذج هو الابسط، هاي ادلته، ادله كوبرنيكوس كان يقول انه لو خلينا الشمس بالمركز فرضيه يعني، والارض تدور حولها اسهل ما لو خلينا الارض
الشمس هي تدور على الأرض يعني، وبقية الكواكب. هذا يصير شيء معقد، وتوقيتات الكواكب وحركتها راح يصير ممكن تفسيرها. طبعا هاي الفكرة قلنا ترجع إلى أرسطوخروس الساموسي قبل الميلاد عاش 230، أيضا هو في العهد الروماني يعني، أم في العهد الروماني بس شنو يعني، يعني بعد عهد اليونان متصل بهم يعني، لكن استعان بمبادئ أخرى. كان يقول أنه الشمس أكبر من الأرض، فكرة الساموسي أنه الشمس أكبر من الأرض، والأنسب أن يدور الأصغر حول الأكبر. هذا استدلاله يعني، استدلال عقلي. طبعا تيخو براهة اجى بعد كوبرنيكوس، احد الشخصيات المؤثره في الفكر العلمي، حاول اثبات مركزيه الارض وتغطيه كوبرنيكوس. جمع عدد كبير من الاحصاءات، عدد كبير. كان مساعده منه، كان مساعده كيبلر. كيبلر كان مخالف اليه، لكن كيبلر هو ما افلح، ما نجح براهة في اثبات مركزيه الارض، لكن كيبلر استفاد من الاحصاءات مال تيخو براهة لاثبات مركزيه الشمس، وطرح قوانين هندسيه جيدة جدا، وعدل فكرة المدارات الدائرية للكواكب إلى أنه قال أنه المدارات لا تكون قطوع ناقصة، تدور الشمس، تقع الشمس في أحد بؤرتيها، إليبس يكون في المركز مالته. طبعا خلى أكو إلى معادلة، قانون ثالث هو خاطئ، لكن هو ألهم، ربما ألهم نيوتن حتى يخلي قانون الجذب العام يعني سرعة الكواكب. الفرق بين قانون الجذب لنيوتن، فرق طبعا، انه صح قانون الجذب لنيوتن هو ادق واصح، لكن قانون الجذب لنيوتن يعتمد على قوة، يقول قوة الجاذبية، كل كتلتين في الكون وكتلة، شوفوا مفهوم يعني، تعاملوا الكواكب كشيء مادي. اما كبلر كان يراها كروحانية للكواكب، يقول هي تختار وعيها بنفسها، فالكواكب هي تختار المدارات مالتها، فكان نظريته روحية يعني. طبعا الفضاء الخارجي هو الأثير، كان في زمان، في زمان هو الأثير، والأثير هو فضاء الوعي، سماء الوعي. حتى الهندسة كانت عالم مثالي موجود، هندسة تقليد هي شيء خارجي موجود والوعي متصل به، وإحنا ناخذ من كلها، كل الأشياء ناخذها من هندسة تقليد. طبعا هاي اختفت هاي الأفكار، مسألة الأثير والوعي وتأثير الوعي وارتباط الوعي بالكون، اختفت من الفلك، اختفت من الفيزياء التقليدية، لكن ظهرت في ميكانيكا الكم حديث في القرن العشرين، أنه الوعي صار يؤثر على الدلالة، على الدالة الواصفة الإلكترون، يخرجها من عالم الاحتمال الرياضي إلى عالم الواقع الخارجي، زخم موقع لها يعني، مثل ما لمحنا على قانون اللاذقة لهايزنبرغ. جاليليو كان أكثر جرأة وأكثر استفزازا، وكتبه كان يكتبها بلغة شعبية يعني، لغة علمية، دافع عنها هواي. فأنه جاليليو كرر اللي قاله كوبرنيكوس، لكن مع دليل أكثر، ومع افتراض على أنه هاي القمر هو أجرام، وهاي الكواكب أجرام مثل الأرض، مو شيء فريد ولا شيء روحاني يعني. هذا كان أكثر استفزازا للكنيسة يعني، خصوصا في زمانه كانت أكو إرهاصات لنشاط مادي وتشكيك بالكنيسة وتشكيك برجال الدين. وقبله كانت شخصية اسمها برونو، كان مهرطق، كان يستهزئ رجال الدين، فكانت الأفكار هذه مثل استفزاز في وقته يعني، تغير النظام يعني. وأيضا ظهرت اتجاه الهرامسة، يسمونهم همينة خلينا نقول يعتمد على بعض الأمور للانتقاص من رجال الدين، فكان أكو استفزاز بالمسألة. التعامل مع جاليليو اختلف عن التعامل مع كوبرنيكوس. طبعا في البداية رفضوا نموذج جاليليو، لكن موقف الكنيسة المتشدد عن جاليليو رجع بعد يعني، هو توفى 1642، 1741 تصريح من البابا بنديكت الرابع عشر بطباعة كل كتب جاليليو. في عام 1822 سابع صدر تصريح بطباعة كتاب عن النظام الشمسي لكوبرنيكوس، وأنه يمثل الواقع الطبيعي، وأنه هو رؤية الكنيسة. في عام 1939 بابا بيوس الثاني عشر جاليليو قال أكثر أبطال البحوث العلمية شجاعة يعني. فمن الخطأ يقول أكو بعض الأشخاص في التسعينات يلا أنصف جاليليو وتم الاعتراف به، لا، الكنيسة تراجعت من وفاته يعني بعد وفاته عن موقفها المتشدد من رفضه يعني. طبعا هدأت الأمور، مو هدأت الأمور الاجتماعية. جاليليو الفرق عن كيبلر أنه يعني كان كيبلر ينظر إلى أنه هذه حتى المدارات هو شيء روحاني، بخلاف جاليليو لا، كان يشوفها مادية يعني. وأتيح لنيوتن فيما بعد تقنينه، وضع قانون يعتمد على العلة الفاعلية، الجاذبية والكتلة وكذا. فالشمس فقدت مركزيتها رسميا حتى في قراءة الكنيسة يعني، واكتشف على أنه هي جزء من درب التبانة.
البريطاني توماس رايت بعد أن رصد توزيع النجوم في سحاب الدرب التبانة، افترض أن النجوم لا توجد منفردة في الكون فرضيا. يعني كان درب التبانة، شنو درب التبانة؟ غبار وسديم ونجوم فقط، يعني ما لها علاقة بالأرض. ربما كانت صغيرة هاي النجوم، ربما كانت ثقوب في جدار الكون مثلا. هذه أفكار طبعا تلقون هيك شيء، أفكار مثل هوجنز هذا بالبصريات المعاصر نيوتن كان يرى أنه النجوم هي ثقوب في جدار الكون. يعني أكو هيك أفكار، يعني هذا الكلام يمتى 1600 وكذا، في النصف الثاني من القرن السابع عشر. فإلى كتاب هذا Origin Theory in the New Hypothesis of the Universe، هذا طبعا طبع حديثا 2021، أكو طباعة جيدة إليه، لكن هاي النسخة القديمة مالته. هذا في كتابه افترض طبعا. أيضا كانت فكرته بسيطة، يعني هم لما شاف النجوم موزعة بشكل عشوائي حزن، قال ليش هاي النجوم هيش عشوائي؟ المفروض غير الله يخلقها نظامية. فافترض على أنه هي نظامية لكن كروية، وإحنا لما نكون في زاوية معينة، شلون هذه حلقات زحل اللي احنا نظرنا منها نشوفها كثيفة، شفناها نشوف قليلة الكثافة، فهاي الكثافة مع النجوم لأن احنا ننظر في زاوية، لأن هي أشبه بالكرات، فقاعات حسب تعبيره. يعني ألهمته كواكب زحل، ألهمته هاي يوزع، يعني وزع هاي النقاط اللي راسمها كل هذه، هاي يتصور هي نجوم درب التبانة، وهذا العالم العلوي الروحاني، هاي الملائكة داير ما داير الكون، هاي تشوفونها لازم الكون. هذه هيج فكرة رايت، هاي ألكسندر رايت. ويليام هيرشل طبعا بعدين سوى إحصاءات، شغلات إحصائية، دراسات إحصائية أفضل، وأثبت أنه فعلا أنه الأرض هي جزء من مجرة. طبعا شعور ديني عند رايت، كان توماس رايت أول من استعمل مصطلح الجالاكسي. جالاكسي هاي مجرة، طبعا مجرة، نحافظ على الاسم القديم، مجرة درب التبانة، حتى لو كان هذا اللي نشوفه أمام الفضاء هو جزء، ذراع قليل منا من المجرة، وإحنا واقعين في طرف معين. المجرة أيضا فقدت فرادتها في الكون، أصبحت مجرات كثيرة في الكون، مجرات أكبر، مجرات أقدم، الكون واسع. هذا يعني أثار جدليات، أنه شنو موقع الأرض؟ لما ننظر نظرنا من زحل، مركبة كاسيني نظرت للأرض، شافت هاي الأرض، شوف صغيرة جدا هاي الأرض، يعني إذا شنو موقعنا بالكون؟ مش هيك اكتشاف أثار كارل ساغان وغير شيء، أنه شنو موقع الأرض من الكون؟ طبعا هاي في القرن العشرين نشأت هاي الجدليات. يعني فالأرض ذا بهذه الضآلة، فلماذا اختصها الله بالاهتمام وأرسل لها أنبياء وجعل خلق الأرض في قبال خلق السماوات؟ يعني كارل ساغان قال أنه ليش يهتم بنا الله، هو الأرض لا قيمة لها، أو إلى آخره. طبعا هذه سطحية جدا بالنسبة لكم يعني، لكن في وقتها كانت خطيرة جدا. ممكن أنه نشأت إجابات، يعني مثل ما الكون واسع، وظهرت فكرة أنه ربما الأرض فعلا مثل ما تقولون لا شيء مميز فيها، فممكن تنشأ حياة في أطراف الكون. فالكون ليش نقول الكون أنه فقط للأرض، يعني حتى نقول هذا زيادة فوق حاجتنا، فممكن حياة أخرى في الكون. هذه فكرة أصبحت مقبولة. فإذا سعة الكون مو ما مبررة، سعة الكون همينة ربما كانت فرصة لنشوء حياة في كوكب آخر. الله سبحانه وتعالى ما وعدنا أنه ما يخلق غيرنا، فيعتني الله سبحانه وتعالى بكل مخلوق، يخلي له منظور خاص إليه، يخلي له بيئة خاص إليه، يخلي له أرض خاص إليه، كوكب خاص إليه، ماكو مشكلة يعني. فماكو مشكلة إذا صارت الأرض يعني صغيرة جدا الكون، لين الكون مو فقط للإنسان. الفكرة الأخرى، الإجابة الأخرى، أنه أهمية الأرض هي أهمية معنوية، ليست أهمية مادية. يعني لأن الأهمية عند الله ما من الجغرافيا، وإلا كان جبل مثلا أهم من الإنسان إذا بالنسبة للحجم يعني. فالأرض اهتم الله بها لأنها مكان تواجد الأنبياء وظهور الوعي الأعلى الذي يؤمن بالله. مثلا تلقي الجماد بحسب نظرتهم طبعا، أنه ما يؤمن بالله مثلا، أو ما عنده معرفة بالله، أو ما عنده تفاصيل المعرفة بالله، معرفته بسيطة بالله. لكن الإنسان هو فكرة معقد يعني، فالإنسان أفضل من كذا صخور، أفضل من كذا كواكب. موضع الوعي والإيمان اللي هي في داخل نفس الإنسان أهم. فالأرض وإن كانت صغيرة، لأن فيها أشياء كبيرة ومهمة ونادرة في الكون يعني، فيكون الكون كله في جهة، ويكون الإنسان في جهة أخرى.
طبعا الواقعيات المعرفية كالوعي والرياضيات والحياة لا تحتاج إلى الحيز المكاني، مجردة عن المكان يسمونها بحسب تعبير الفلاسفة، لا تحتاج إلى الامتداد الإقليدي يعني. فيمكن للكون بأجمعه أن يدخل في نفس الإنسان، يمكن أن يتصور الكون بأجمعه في ذهنه فيخلق عالما مماثلا للكون بأجمعه، فما يحتاج مكان يعني. وقد يحتاج البشر في المستقبل لكل الكون يعني، حسب بعضهم يفكر، دايسون يفكر أنه يصنع كرة دائر ما داير الشمس حتى الطاقة مالتها ما تروح هدرا يعني، تكون طاقة هائلة للشمس تخرج منها. فيفكر الإنسان في استعمار الكون كله بالمستقبل يعني. هسه احنا طموحنا قليل، هسه احنا مثلا محاولاتنا قليلة ومحدودة ومتواضعة، لكن ربما في المستقبل الكون كله يكون يعني تحت استعمار البشر ويحتاج البشر هذا الكون كله، فما نقدر نقول الأرض ما مهمة يعني. أيضا أكو فكرة هي نقول استثنيت وأبعدت، فكرة أرنست ماخ. فكرة أرنست ماخ كان يقول مسألة القصور الذاتي اللي يصير هو ناتج من تأثير كل الكون يعني. فهسه قوانيننا اللي على الأرض ناتجة من كل الكون، من كل النجوم، من كل الكواكب، فيستدلون على هذه مسألة هذا السطل نيوتن، الماي لما أفره ليش يحافظ على، ليش يتقعر؟ في البداية يحافظ على السكونة لما أفر يعني أفر حول مركزه، بعدين الماء يتقعر يعني. أرنست ماخ يقول هذا من تأثير المجرات والنجوم والكواكب هذه. نيوتن لا، كان يقول هذا قصور ذاتي يعني، فسرها يعني. فكرة أرنست ماخ خصوصا بعد لقائه بأينشتاين تحيدت يعني، كان يقول هذا فلسفته غريبة وما يصير تتدخل بالكون. المهم كلمة هو لطيفة استخدمها أينشتاين، لكن تحيدت فكرة أرنست ماخ. هو أرنست ماخ خمينا موقفه مو زين من مسألة الذرية مال بولتزمان. على كل حال، فإنه الكون كله يأثر علينا ويخلي وعينا كذا ويخلي قوانيننا كذا، الكتلة والقصور وهذا. فالكون هو مهم، إذن هو يحتاج الأرض، لا الأرض تحتاج كل الكون يعني، وربما كانت كل قطعة من الكون تحتاج كل قطعة أخرى مثل ما بعض الفرضيات الدينية. فإذا الكون مو زيادة على الأرض. وعي الإنسان، وعي الإنسان وعلاقة، هاي طبعا من معطيات ميكانيكا الكم، أنه يقولون أنه الكون ما كان ليوجد لولا وجود وعي الإنسان. وعي الإنسان يأثر، مو أنه في ميكانيكا الكم يقولون أنه الإلكترون ما كان ليظهر لولا وجود راصد، فمن هو الراصد الأول؟ هاي شرحنا شيء منها يعني. وعي الإنسان يحتاج الكون، يسمونه الكون التشاركي يعني، الوعي ضروري لإظهار الكون والكون ضروري لإظهار وعي الإنسان، ولولا وجود وعي الإنسان لم يظهر وجود الكون. هاي الكلمات يكررها هوكينج، يكررها جون جريبن، يكررها بول ديفيس، يكررها ربما حتى روجر بانروز بحسب ما في ذاكرتي يعني. شخصيات مهمة عالمية قاعد تذكر على وعي الإنسان مو شيء مفعال أو شيء يعني شيء غير مؤثر، لا، وعي الكون يؤثر، وعي الإنسان يؤثر على الكون بأجمعه، بل يؤثر حتى في سببية قهقرائية زمانية حتى على بداية الكون. هذا الرمز، فكرة التأثير للماضي يعني. الفلسفة الدينية طبعا تملك إجابات حول موقع الوعي من الكون، أنه وعي الإنسان مستمد مما وراء الكون، فكل ما في الكون النجوم والكذا كله يؤثر يعني. ليش؟ لأنه خلق من الوعي الأول، النور الأول، أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، ثم اشتق منه كل شيء. إذن فوعي الإنسان ممكن يتطور، بعض الناس فيصير يستوعب كل الكون مثل ما نبينا صلى الله عليه وسلم في المعراج وصل إلى حافة الكون، وتجاوز الكون، تجاوز انه الافلاك كلها، تجاوز جبرائيل. ما تريد تقننها على نظرية الافلاك والعقول، تريد تقننها على شيء اخر، لكن يوجد انسان استوعب كل الكون ورأى، مثلا يجي الملك، رأيت ملك كأن الدنيا كله كالدرهم، بمعنى شاف الدنيا رسول الله وقدرها بحجبها الملك يعني. فممكن للانسان انه يتجاوز كل الكون، فالمسألة مو جغرافية، هذه الفكر الديني، فنقدر نخرج من الجذرية بدون أنه خسائر يعني. المنظور طبعا مرة أخرى أنه الشمس، أكو كلمة حلوة لستيفن هوكينج يقول أنه مسألة نموذج مركزية الشمس نقدر نعيد نفس الشيء للأرض يعني، هم نغير بس تصير أعقد هندسيا يعني، تصير أعقد ونخلي أنه نفرض يعني هي المركزية ما لها وجود في الشيء الخارجي يعني، ماكو شيء كلها تتحرك يعني. فنقدر نفرض فرضية جديدة ونعتبر الأرض هي المركز، خصوصا أنه الزمكان مال أينشتاين يعني الزمان والمكان يختلف عن مسألة الهندسة الإقليدية والفضاء القياسي المتري.
يعني هسه احنا هندسيا نفكر على ان نحط جسم والاشياء تدور حوله، لا مو هيك شيء. يعني هاي المسألة تعتمد على زمان الحركة، مكان الحركة، على زمان كان اينشتاين، فالمسألة تختلف يعني. فممكن انه نحرر نموذج هندسي يعتمد على مركزية الأرض، لكن شنو، مو إقليدي، مو يعتمد على بديهيات إقليدس. هاي اللي هي فكرنا العام. هسه من ترسم تقول اي والله صحيح، يعني مثل ما فكر كوبرنيكوس وغير شيء، خلى الشمس هي المركز. لا ممكن، هسه قلنا انه شو، المساحين يتصور الأرض، يتصور الشمس، أنفع له انه يفرض الشمس تتحرك يعني. على كل حال يوجد أيضا بعد أكو أشياء على طوبولوجيا الفضاء والرياضيات والكذا، أمور هواية نخرج منها، لكن على أنه الملخص على أنه مسألة المركزية ما تسبب مشكلة دينية يعني، وأنه توجد عدة إجابات، إجابات علمية على مسألة ليش الأرض هيك مهمة رغم أنه حجمها صغير، وتوجد إجابات دينية يعني. فإحنا في متسع من الإجابة عن هذه المسألة يعني. عرضنا بعض الأمور، وربما بعض الأشياء تتوضح يعني أسئلتكم، وإن شاء الله مناقشاتكم وإضافاتكم. فشكرا جزيلا، شكرا جزيلا لإصغائكم.